باسمه تعالى نظرا للظروف التي يمر بها البلد قرر طلبة إعداديات ثقار تمديد أضرابهم عن الدوام وعدم العودة للمقاعد الدراسية لحين تحقيق المطالب المشروعة. لذا نرفض وبشكل قاطع أن تلوب أي جهة أو شخص بالحديث باسم الطلبة، فهم من يحددون مصيرهم الدراسي، ونطالب بالإخراج عن المعتقلين ومحاسبة الفاسدين والمقصرين، ونستنكر الاغتيالات التي طالت الناشطين، ونطالب بتقديم منفذي الاغتيالات إلى العدالة، وتتحمل وزارة التربية كافة التبعات القانونية المترتبة على فض هذا الإضراب. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا، والله ولي التوفيق.